مدبولي يلتقي أعضاء اللجنة التنسيقية للحوار الوطني ويؤكد العمل على تنفيذ توصيات مخرجات المرحلة الأولى. العدل الدولي تأمر إسرائيل باتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان دخول المساعدات لغزة دون معوقات وتمهلها شهراً لتقديم تقرير حول الأمر. روسيا تكشف عن أدلة بشأن وجود صلة ما بين منفذي هجوم قاعة الحفلات بموسكو وأوكرانيا، وتؤكد أن المهاجمين تلقوا مبالغ من كييف. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم على شاشة التلفزيون المصري، أهلا بكم. أوضح رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة ستعمل على وضع أجندة تنفيذية ل 135 توصية تمثل مخرجات المرحلة الأولى للحوار الوطني وفقا للأولويات التي يتم التوافق عليها. جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء مع أعضاء اللجنة التنسيقية المشتركة للحوار الوطني، حيث استعرض الاجتماع تفاصيل ما تم في المحور الاقتصادي خلال جلسات المرحلة الثانية وخطوات صياغة مجموعة من التوصيات بصورة نهائية تمهيدا لعرضها على السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وزيري المالية والتجارة والصناعة بعقد اجتماع مع المصدرين للتوافق حول مقترحات تسهم في زيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة واقتراح أسواق جديدة للتصدير. وخلال اجتماع لمتابعة موقف منظومة رد الأعباء التصديرية، أشار مدبولي إلى ما تسهم به زيادة الصادرات من زيادة في حجم الانتاج والتشغيل وكذا نمو حصيلة الدولة من النقد الأجنبي. واستعرض الاجتماع جهود أجهزة الدولة للنهوض بملف الصناعة في مختلف المجالات وإتاحة المزيد من المحفزات والتيسيرات، وذلك بغرض تعميق الصناعات المحلية. كما عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لمتابعة جهود فض التشابكات المالية بين عدد من الجهات، حيث أكد مدبولي مواصلة الإجراءات والخطوات المتخذة في هذا الشأن بما يسهم في سرعة الانتهاء من كافة الأمور المتعلقة بهذا الملف. استعرض الاجتماع مقترحات فض التشابكات المالية بين قطاع البترول والشركات التابعة لوزارتي الكهرباء والطيران المدني، والآليات المقترحة لتوفير السيولة المالية لفض هذه التشابكات وحصول قطاع البترول على مستحقاته. أكد وزير الخارجية سامح شكري على أولوية الوقف الكامل لإطلاق النار في قطاع غزة. وخلال استقباله وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اللورد طارق أحمد، نوى شكري لضرورة ضمان تنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن غزة والبناء عليه لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار لما بعد شهر رمضان، وإدخال المساعدات الإنسانية بصورة كاملة تلبي الاحتياجات الملحة للفلسطينيين في غزة. جدد شكري كذلك رفض مصر القاطع لأي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية. كما التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اللورد طارق أحمد. بحث اللقاء تطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث شدد أبو الغيط على ضرورة تضافر الجهود الدولية لوقف العملية العسكرية الإسرائيلية وبشكل كامل، ودخول المساعدات الإنسانية بشكل فوري إلى القطاع. وأكد أبو الغيط أن اتساع رقعة الاعتراف العالمي بالدولة الفلسطينية تعد الطريق السليم لبدء مسار تسوية على أساس صحيح. حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من مغبة ومخاطر التعايش الدولي
مع الرفض الإسرائيلي المتواصل لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي بشأن غزة. وطلبت الخارجية الفلسطينية مجلس الأمن باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية لجميع مناطق القطاع بشكل مستدام. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على أنحاء قطاع غزة لليوم 74 بعد المئة على التوالي، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات. استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي منازل الفلسطينيين في أنحاء مدينة غزة، فضلا عن استهداف مدينتي رفح وخان يونس بجنوب القطاع، وبلدة بيت حانون شمالي القطاع، ومخيم النصيرات بوسط القطاع. هذا وقد أعلنت السلطات الصحية أن قوات الاحتلال ارتكبت عددا من المجازر خلال 24 ساعة الماضية، راح ضحيتها 62 شهيدا و91 مصابا، مشيرة إلى ارتفاع عدد ضحايا العدوان إلى 32,552 شهيدا و74,980 مصابة. يوم تلو الآخر ترتفع إحصائية استشهاد الأطفال بسبب سوء التغذية والمجاعة في مستشفيات قطاع غزة بسبب سياسة التجويع التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء العدوان على القطاع. وأعلنت السلطات الصحية في غزة عن استشهاد أكثر من 30 طفلة، وذلك بسبب أمراض سوء التغذية والمجاعة التي يشهدها القطاع. أنفاس قصيرة متقطعة ونظرات زائغة تتساءل بها ليلى ذات الشهرين بأي ذنب حرمت من الحق في حياة طبيعية. ليلى الغزاوية التي كتبت لها أقدارها أن تولد خلال العدوان الوحشي الإسرائيلي على قطاع غزة تعاني من سوء تغذية حاد، فيما تحاول الأطقم الطبية في مستشفى كمال عدوان رعايتها. الطبيب المعالج للطفلة أكد أنه طوال فترة عمله بوحدة العناية المركزة اعتاد على استقبال مثل تلك الحالات وبأعداد كبيرة كل يوم، والنتيجة النهائية لتلك الحالات هي الموت. خليني أعرج لنقطة مهمة، أنه خلال عملي في هذا القسم في مستشفى شمال غزة اعتدنا على استقبال مثل هيك حالات، تمام، بشكل يومي وبأعداد كبيرة، والنتيجة النهائية للحالة وفاة، تمام. وبالتالي يعني أنا كخبرتي في المجال أو كعملي هنا الأمور إن استمرت على هيك الأمور بتروح لتدهور الأسوأ. وفي جميع أنحاء غزة يعاني الجميع أزمة الجوع المتفاقمة، خاصة الأطفال الصغار الذين يعانون من الهزال وسوء التغذية بسبب ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في وضع العراقيل أمام دخول المساعدات إلى قطاع غزة. وإلى الضفة الغربية، حيث منح الرئيس الفلسطيني محمود عباس الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد مصطفى. من المقرر أن تؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستورية الأحد المقبل. جاء ذلك بعد أن قدم رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف للرئيس عباس برنامج عمل الحكومة وقائمة لتشكيل مقترح سيتولى فيها إلى جانب رئاسة الحكومة حقيبة الخارجية. وتضمن برنامج عمل الحكومة الجديدة وضع خطة شاملة للمساعدات الإنسانية والإغاثية الفورية لأهالي قطاع غزة والتعافي وإعادة الإعمار ومواصلة العمل على الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. أمر قضاة محكمة العدل الدولية إسرائيل بالإجماع باتخاذ كل الإجراءات الضرورية والفاعلة لضمان دخول إمدادات الغذاء الأساسية لسكان غزة دون تأخير. قالت المحكمة إن الفلسطينيين في غزة يواجهون ظروف حياة صعبة في ظل انتشار المجاعة،
وطلبت جنوب أفريقيا هذه الإجراءات الجديدة كجزء من قضيتها المستمرة التي تتهم إسرائيل فيها بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة. وأمرت المحكمة إسرائيل بتقديم تقرير خلال شهر من تاريخ الأمر لتوضيح تفاصيل بشأن السبل التي اتخذتها لتطبيق الحكم. هذا ويواصل معبر رفح البري فتح أبوابه أمام دخول المساعدات وخروج المصابين ورعايا الدول. كما يواصل مطار العريش استقبال المساعدات الدولية تمهيدا لإدخالها على قطاع غزة. المزيد يطلعنا عليه مراسل التلفزيون المصري محمود جميل. أرحب بكم وبكل السادة المشاهدين، لازلنا نتابع معكم الجهود المصرية في تجهيز وإرسال المساعدات الإنسانية للأشقاء داخل قطاع غزة. ربما الحركة اليوم في معبر رفح البري شهدت تزايد في دخول عدد الشاحنات واصطفاف شاحنات أخرى أيضا للدخول تباعا. نتحدث عن وصول 134 شاحنة إلى الجانب الفلسطيني بها عدد كبير من المساعدات الإنسانية والمواد الإغاثية والإيوائية، بالإضافة إلى دخول شاحنات الوقود. نتحدث عن 7 شاحنات للوقود، 3 شاحنات للسولار، و4 شاحنات للغاز، بخلاف الشاحنات التي توجد في مدينة العريش أيضا على جانبي الطريق وأيضا تنتظر الوصول إلى معبر رفح. أيضا المعبر لازال مفتوح لاستقبال الجرحى والمصابين. نتحدث اليوم عن استقبال 34 مصابا، بالإضافة إلى 85 مرافقا لهؤلاء المصابين لتقديم الخدمات العلاجية المختلفة لهم داخل المستشفيات المصرية. استقبل مطار العريش اليوم عدد من الطائرات، نتحدث عن 5 طائرات لدولة الإمارات الشقيقة بها 122 طن من المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية للإسقاط الجوي على شمال قطاع غزة، بالإضافة إلى طائرة قطرية على متنها 23 طن من المواد الغذائية، وطائرة أرمينية على متنها 31 طن من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية المختلفة. عودة إليكم في الاستوديو مرة أخرى. هذا ويقوم أبناء شمال سيناء بالتعاون مع عدد من رجال الأعمال بتجهيز 100,000 وجبة إفطار و100,000 وجبة سحور لصالح الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. يشارك في تجهيز وجبات الإفطار والسحور عدد كبير من المتطوعين الشباب بجنوب مدينة العريش. كان مجلس القبائل والعائلات المصرية قد أعلن عن إفطار جماعي على أطول مائدة إفطار بدون طعام بطول 8 كيلومترات تضامنا مع الأشقاء في قطاع غزة. النهاردة بالليل الحاجة دي هتتحرك علشان توصل بكرة لإخواتنا عن طريق معبر رفح بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري، وإن شاء الله توصل لهم يفطروا بيها بكرة. أشكر برضو الهلال الأحمر بوجوده معانا دلوقتي عشان يستلم الحاجة ودخولها بكرة الصبح إن شاء الله بإذن الله، وبنشكر كل من ساهم معانا. بنقول لغزة إحنا معاكم، وربنا يا رب كده يجعلها سنة تكون تعوضكم خير فيها، وتكون في عائد لكم من الصبر عند ربنا سبحانه وتعالى، وإن شاء الله أهلكم في مصر وفي سيناء تحديدا مش ناسينكم ومعاكم وبفكروا فيكم. يعني دي حاجة لا تذكر بالنسبة ان هم يروحوا ويقفوا معاهم، دي اقل واجب. يعني احنا كلنا تحت امر اخواتنا الفلسطينيين في اي شيء، ويا رب يا رب نكون عند حسن ظنهم. أعلنت السلطات الروسية اعتقال مشتبه به جديد متهم بالمشاركة في تمويل هجوم موسكو. وفي الأثناء أعلنت لجنة التحقيقات الروسية أنها كان دليل يثبت وجود صلة بين منفذي هجوم قاعدة الحفلات التي أسفر عن مقتل أكثر من 140 شخصا الأسبوع الماضي وبين أوكرانيين. وذكرت اللجنة أن المهاجمين للقاعة تلقوا مبالغ ضخمة من المال والعملات المشفرة من أوكرانيا. هذا وتنفي أوكرانيا بشكل قاطع أي صلة لها بأكبر الهجمات الدموية
في روسيا منذ 20 عاما. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده ليس لديها أي خطط تجاه أي دولة عضو في حلف الشمال الأطلنطي، ولن تهاجم بولندا أو دول البلطيق أو جمهورية تشيك. في حديث له مع طياري القوات الجوية الروسية، أضاف بوتين أن بلاده ستقوم بإسقاط مقاتلات F-16 إذا زود الغرب أوكرانيا بهذا النوع من الطائرات، لافتا إلا أن إقدام الغرب على هذه الخطوة لن يغير الوضع في ساحة المعركة في أوكرانيا. Но, конечно, если они будут применяться с аэродромов третьих стран, они для нас становятся легитимной целью. في شارع الأشراف بالسيدة نفيسة بالقاهرة أقيمت مائدة إفطار تتجاوز 1000 متر، نظمتها مؤسسة حياة كريمة ومؤسسة فودافون التنموية. جمعت مائدة الإفطار بشارع الأشراف الأطفال والكبار. أجواء رمضانية احتفالية تراها بزينة وأضواء معلقة بشارع الأشراف بالسيدة نفيسة، والذي استقبل مائدة إفطار بطول أكثر من 1000 متر نظمتها مؤسسة حياة كريمة ومؤسسة فودافون التنموية. في إطار سعي المؤسسة، مؤسسة حياة كريمة الدائم لدعم وتنمية المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية، مؤسسة حياة كريمة النهاردة بتتشارك مع فودافون مصر في من أكبر موائد الإطعام الجماعية. هنفطر النهارده 4000 صائم في شارع الأشراف حي الخليفة، ودي مش هتكون أول مائدة إطعام، هيكون معانا في النص الثاني من رمضان 15 مائدة هتجوب محافظات الجمهورية. كله مبسوط وكله فرحان قوي وكله يعني بيقول الدنيا حلوة قوي، وحسيت الناس بوجة رمضان وفرقة وموسيقى وأغاني وبلالين، لا الأجواء جميلة قوي. أنا بشكر سعادة الرئيس الحبيب الغالي عبد الفتاح السيسي، اول حاجه بنشكره، وبنشكر العاملين على شركه فودافون وحياه كريمه على اللي هم بيقدموه للشعب، لان طبعا الشعب ايه عايز يعني يطلع من الحياه لحياه ثانيه. بس احنا بنشكركم جدا طبعا ان انتم بتعملوا معانا الحاجات دي، والرئيس طبعا هو على الراس كله، بنشكره جدا جدا جدا، ونقول له احنا معاك في كل حته، وربنا يوفقه ويوفق العاملين بالشركه على عمل الخير. مائده الافطار بشارع الاشراف جمعت العائلات والاطفال والكبار والصغار لتخفف عن كاهلهم بعض أعباء الحياة، وهذا ما يعد جزءا من مبادرات مؤسسة حياة كريمة ضمن فعاليات شهر رمضان. الجو طبعا جميل، حاجة حلوة قوي ان احنا نشوف الناس كلها ما شاء الله يعني في توقيت واحد وكلها بتقول بسم الله وتفطر وكلها صايمة، فربنا ان شاء الله يا رب يجعله شهر سعيد على الجميع ان شاء الله، ويجعلهم دايما قائمين على الخير ويرزقهم الخير كمان ان شاء الله كمان وكمان يا رب. اليوم جميل والناس مبسوطة، وربنا يجعلها لمة دايما يا رب على طول، ويجعل حياة كريمة تعيش لنا على طول يا رب العالمين. جميل قوي، حسستونا بالفرحة بتاعت رمضان، عشان بقالنا كتير ما حسيناش بالفرحة دي. كل سنة وانتم طيبين. وتستعد مؤسسة حياة كريمة لتكرار موائد إفطار رمضان خلال النصف الثاني من الشهر المبارك، ليصل عدد الوجبات إلى 30,000 وجبة بعدد من المحافظات قبل عيد الفطر. خطوات قليلة داخل شارع الأشراف بالسيدة نفيسة تستحضر فيها روح رمضان، وترى على يمينك ابتسامة الأطفال وعلى يسارك فرحة الأهالي، ضمن مبادرات مؤسسة حياة كريمة لتنشر الفرحة والسعادة وتخفف عن كاهل المواطن في شهر رمضان المبارك. كريم بيبرس، التلفزيون المصري. أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الانتهاء من إعادة تأهيل 40 منزلا بإحدى قرى مركزي ومدينة سقلت شرقي محافظة سوهاج بتكلفة تصل إلى 10 ملايين جنيه. يأتي ذلك ضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في تقديم كافة أوجه الرعاية للأسر الأولى بالرعاية. تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أتمت جمعية الأرمان إعادة تأهيل 40 منزلا بإحدى القرى التابعة لمركز ومدينة ساقلته بمحافظة سوهاج بتكلفة تصل إلى 10 ملايين جنيه.
عملية إعادة التأهيل تمت بالكامل وبالمجان، وشملت بناء المنزل من جديد وتقسيمه وإنشاء غرف معيشة حديثة. احنا بدأنا في تطوير المنازل من حوالي شهرين، شغالين بنطور 112 بيت حاليا، 72 بيت في قرية عرب العطيات وقرية أولاد يحيى بمركز دار السلام، والنهارده هنا في قريه سفلاج تطوير عدد 40 منزل. وان شاء الله يعني احنا حاليا في انتهينا من تطوير المنازل كاعمار كامل. من جانبهم عبر الاهالي عن سعادتهم باعاده تاهيل منازلهم، موجهين الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي وكل من اسهم في هذا العمل الخيري. البيت ده كان خص بوس وفي تعابين، وكان يعني كان يوقع عليهم ايه تعابين وبتاع ده وعقارب، الله يعود عليهم الأيام بخير يا رب. وبنوا البيوت وجابوا لنا المية وجابوا لنا سيراميك ودهنوا لنا البيوت وعرشوا لنا خشب. الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونقول كل سنة وانت طيب ويعود عليك الأيام بخير زي ما عملت لنا البيوت ونصرتنا وغطيتنا وسترتنا، الله يسترك في الدنيا وفي الآخر. إعادة تأهيل المنازل تأتي ضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في تقديم كافة أوجه الرعاية للأسر الأولى بالرعاية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية. نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية إفطارا جماعيا بمحافظة المنيا. شارك في الإفطار الجماعي أكثر من 3000 من ممثلي الجهات الحكومية وممثلي المجتمع المدني والمزارعين. في إطار جهود الدولة لتحسين حياة المواطنين، نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية إفطارا جماعيا حضره أكثر من 3000 من أبناء محافظة المنيا. احنا النهاردة موجودين في إفطار بتقيمه الهيئة تحت شعار شركاء معا، والهيئة كانت حريصة جدا على أنها تكون بتقيم هذا الإفطار علشان نكون بنقول لكل الشعب المصري كل سنة وانتم طيبين، ونؤكد على فكرة ان احنا دايما مع بعض واننا موجودين مع بعض، وانه مع بعض احنا نقدر نحقق احسن حاجة لمجتمعنا وافضل حاجة. مائدة شركاء معا بدعوة الهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية والتحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي افطار رمضاني، تاني افطار تدعو له الهيئة القبطية الانجيلية. الافطار السابق كان في حي الاسمرات في القاهرة، اليوم في محافظة المنيا، مزارعين محافظة المنيا، شباب محافظة المنيا، سيدات محافظة المنيا، ممثلي كل الجهات الحكومية، نجتمع على مائدة واحدة، مائدة شركاء معا، لنعلن ان احنا في رسالة محبة، في رسالة بناء. بنفطر مع اهالينا واصحابنا واصدقائنا من المستفيدين من البرامج المختلفة للهيئة الانجيلية. ده افطار احنا بنسميه احتفال في الحقيقة، بننظمه بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي. من المنيا بندي نموذج للعيش المشترك، للسلام، للتآخي، للتماسك المجتمعي بين الفئات المختلفة. وشارك في الافطار الجماعي ممثلو الجهات الحكومية وممثلو المجتمع المدني والمزارعون التي تستهدفهم مبادرة إزرع التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. هذا وينظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والهيئة القبطية الإنجيلية العديد من المشروعات التنموية التي تعمل على دعم المزارعين، وذلك من خلال مبادرة إزرع التي أطلقها التحالف في يونيو 2022. نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي مائدة إفطار للوحدة الوطنية بمحافظة السويس بحضور رموز العمل العام ورجال الدين الإسلامي والمسيحي. على هامش حفل الإفطار تم تنظيم فقرات فنية ومسابقات للأطفال لمناسبة شهر رمضان المعظم. في إطار التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، نظمت مؤسسة الجرح للتنمية المجتمعية أكبر مائدة إفطار للوحدة الوطنية على ممشى أهل السويس لحضور رموز العمل العام ورجال الدين الإسلامي والمسيحي. المستهدف في شهر رمضان 28 مطبخ، ال 28 مطبخ دول المستهدف ليهم أن هم يطلعوا 4000 وجبة في اليوم الواحد، مليون وجبة خلال شهر رمضان. يعني أنا فرحانة النهاردة إن السويس يعني كأنها عروس فعلا، إن هي بتعمل تحالف وطني ما بين المسلمين والمسيحيين على مائدة إفطار واحدة في تحالف وطني، إن هي يعني يوم جميل. وأنا بعتبر بيت العائلة يعني بمثابة لم الشمل أهل السويس. عاملين النهاردة اليوم دوت عشان خاطر الأيتام والأرامل،
والاولاد ونفرح كل اليوم السويسي عالمي للسويس كلها، ان احنا نفرح جميع الناس في السويس، المجتمع السويسي نفرحه. الحفل الكبير الذي حضره الالاف من كافه اطياف المجتمع بمحافظه السويس ساده جو من الفرح والسرور بهذا اليوم وتلك الامسيه، والذي شهد خلاله توزيع 200 هديه مجانيه على المشاركين في الحفل. السنه دي قررنا ان احنا نعمل افطار الوحده الوطنيه، ودي حاجه مش غريبه على شعب السويس، بس احنا قررنا ان احنا نكبرها ونظهر بيها محافظة السويس بالشكل اللائق، فعملنا حاجة مختلفة، فعملنا إفطار الوحدة الوطنية زي ما حضرتك شفت. الإفطار النهاردة مشاركنا فيه الأزهر والكنيسة، مشاركنا فيه كل الطوائف، مفيش حاجة اسمها غني وفقير، كلنا واحد، شعب السويس بالكامل اجتمع النهاردة زي ما حضرتك شايف. النهاردة نازلين الفطار الوحدة الوطنية بتاع السويسة، نازلين متطوعين، بنقف وبننظم الناس وبننظم الحفلة نفسها، علشان ده تطوع مننا يعني، وكان احنا مؤسسة هنوزع حاجات وهدايا لشعب السويس عامة يعني. حفل إفطار العائلة المصرية شهد حضورا كثيفا من أهالي السويس الذين حرصوا على التواجد حتى منذ وقت مبكر قبيل موعد الإفطار، وأقيمت على هامش الحفلة فقرات فنية للإنشاد الديني والسمسمية ومسابقات للأطفال. طبعا ده شيء جميل وشيء مشرف، وطبعا بيبين ان المصريين كلهم طبعا على طول الوقت ايد واحدة، وكلنا بنجتمع على المحبة والمودة والألفة. في جوايا فرحة كبيرة جدا ان يكون في مشاركة وشراكة في الوحدة الوطنية، ده فخر لمصر وعلامة ان مصر في تقدم وازدهار ونمو، وفعلا رمضان يجمعنا. سويس النهاردة بتحتفل بالأيتام والأرامل والفقراء، وطبعا من طرف المجتمع كلها بتشارك في الفعالية. حفل سنوي يأتي ضمن سلسلة ليالي مصر بمناسبة شهر رمضان المعظم، والذي تقوم فيه الجمعيات الأهلية ومؤسسات العمل المجتمعية تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بمزيد من مد جسور التواصل بين كل أهالي مصر في شتى ربوع الوطن. وعن أحوال الطقس، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية وبعض العواصم العربية والعالمية.
بطاقات خبراء طقس مشاهدينا نكون قد وصلنا لنهاية هذه الجولة الإخبارية، لم يتبقى فيها إلا تذكرة بأبرز ما جاء فيها من عناوين. مدبولي يلتقي أعضاء اللجنة التنسيقية للحوار الوطني ويؤكد العمل على تنفيذ توصيات مخرجات المرحلة الأولى. العدل الدولي تأمر إسرائيل باتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان دخول المساعدات لغزة دون معوقات وتمهلها شهرا لتقديم تقرير حول الأمر. روسيا تكشف عن أدلة بشأن وجود صلة بين منفذي هجوم قاعة الحفلات بموسكو وأوكرانيا وتؤكد أن المهاجمين تلقوا مبالغ من كييف. نهاية نشرة التاسعة، لكن هواء التاسعة يتواصل معكم الإعلامية شفكي المنير. مساء الخير يا شفكي. مساء الخير يا هبة، مساء الخير يا رجائي، ومعلش رجائي الأخضر النهاردة في اتفاق عليه أنا وهبة يعني. توارد توارد أفكار. مساء الخير عليكم، وبتابع خلاص دخلنا في طقس الحر للأسف يعني الشديد. لسه كنت بتابع الأرصاد معاكم يعني للأسف الشديد يعني النهاردة كان جو الناس اللي بتحب الصيف طبعا الجو بالنسبه لهم ملائم ومناسب. صحيح. الناس اللي زينا حالتنا كده تحب الشتاء فالاجواء غير ملائمه خالص. ولازم بقى الناس تاخد بالها لان الجو ده بيساعد شويه على ادوار البرد والعيا لما تغيير الفصول. اكيد بس مختلفه، لكن ايام العيد ان شاء الله تبقى جوها ايام حلوه جدا في اجواء لطيفه وبرده ما هيش الحراره حاجه و30 يعني ايه في المعقول لسه يعني. إن شاء الله أكيد. خير وتبقى أيام اللي جاية كلها خير وبركة رب. ويبقى العيد كمان جو جميل والناس تقدر تستمتع. يا رب أتمنى لكم أجازة سعيدة إذا كان عندكم أجازة النهاردة الخميس. لسه ولا كنا بنتكلم كده. الجميلة هبة وأيضا الزميل الرائع رجائي بشكركم شكرا جزيلا ولكل صناع نشرة التاسعة. شكرا لك. مشاهدينا الكرام اسمحوا لنا الآن نبدأ التاسعة، تفضلوا.